بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا إلى الفرض رقم واحد، الإجابة على الفرض رقم واحد. وهذا موضوع كان موضوع الفرض رقم واحد في جهاز بني ملال خنيفرة انفراستركتور ديجيتال وحتى ديفلوبمون ديجيتال ملحوظة. إذن هدف هذه السلسلة أحبائي الكرام هو إدخال بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية في آخر الفيديو. إذا أعجبكم هذه الاستراتيجية مرحبا، فإذا لم تعجبكم يكون الذهاب لقنوات أخرى أحبائي الكرام، لأن لا مستقبل بدون اللغة الإنجليزية، خصوصا في السنة الثانية عندنا اختصاصات كالكلاود كومبيوتين، كالكلاود يجب مختلف الدوكيمنتاسيون أو مختلف المراجع بالإنجليزية، مثل IoT كذلك Internet of Everything. هذيك سيب الإنجليزية أحبائي في السنة الثانية، غتزيد عليها ثاني الانتليجنس ارتيفيسيال وماشين ليرنين، يعني ضروري. وغتستعمل دي سكريبت، غتستعمل لغة برمجة كونفيغوراسيون ديال روتور اون انغلي، وبالتالي ضروري. هادشي باش خدنا الرهان، انا الفيديو متفقين طوال شي شوية في الاخر، ولكن في الاخر خاصنا نترجموا المصطلحات، لان حتى لي زونتروسيان أحبائي في الخدمة ديالكم ان شاء الله ملي تبغوا توظفوا راه من هنا العام عامين راه غيوليو لي زونتروسيان، يعني اللقاءات ديال الخدمة راه غيوليو باش باللغه الانجليزيه، خصوصا لان لا مستقبل باللغه الفرنسيه. هذا من جهه. جهه احبائي الكرام الثانيه، تلبيه لطلب بعض الطلبه والمتدربين اين يجدون المواد. اذا ادخل الى القناه، اشترك ام لا تشترك ليس بمشكل، ادخل الى بلاي ليست. احبائي الكرام، بلاي ليست هي تحتوي على لائحه المواد الموديولات. اذا ستجد مختلف المواد، ما كالكلود كومبيوتينغ، كونسوفور ان ريزون انفورماتيك، اوتوماتيزي لي طاش دادمينستراسيون، كولتير تكنيك نيميريك، مختلف. هذه بالنسبه للبنيه الرقميه انفراستركتور ديجيتال. وستجدون مختلف المواد البرمجة للسنة الأولى والسنة الثانية. إذن وستجد لغة بايثون، ستجد أي أشياء. إذن أدخل إلى بلاي ليست وابحث على المادة، وكل مادة ستجد مجموعة أحبائي الكرام من الفيديوهات من الأول إلى الأخير. بايثون فيها بايثون، الذكاء الصناعي، تعليم الآلة، قواعد البيانات إلى غير ذلك. أدخل وتصفح لوحدك. هذا من جهة. إذن الهدف هو الإجابة على هذا الامتحان. هذا امتحان ليس الهدف الإجابة، ولكن طريقة أن تستطيع أن تنجز أي امتحان أحبائي الكرام. إذن الهدف ماشي هو سوليسيون، الهدف هو كيفاش أنك تقدر تجوب على أي تمرين تحط لك بطريقة منهجية وطريقة علمية. هذا هو الهدف. إذن هذا الامتحان امتحان شامل، تيبين لنا هو امتحان دو باز، تمشي من الأسهل للأصعب. الهدف دياله هو الشهرين الأولى ديال الستركتور ديال الالغوريثم ولي كونديسيون. غيكون عندنا إن شاء الله فرض على لي زالغوريثم، ونقسموه لجوج فيديوهات. الفيديو الثاني خاص بالتطبيق بلغة بايثون، والفيديو الأول بالإجابة على السؤال. يا بسم الله على بركة الله نبدأ. دوني لا فورم جينيرال دان نالغو اي لي بارتي إيسونسيال كي إكزيست دون زان بروغرام. شوية نكبر لك أخويا باش تشوف مزيان. فوالا، إذا نشوف معنا هنا السؤال الأول. دوني لا فورم جينيرال دان نالغو اي لي بارتي إيسونسيال كي إكزيست دون زان بروغرام. بالعربية أعطينا الشكل العام ديال الألغوريثمي، لأن الألغوريثم و لي بارتي ايسونسييل، شنو هما البارتيات المهمين اللي خاصك ديرهم. يا بسم الله على بركة الله نمشيو ونجاوبوا على هذا السؤال. اذا غنكتب بحال هكا السؤال رقم واحد. قال لك سيدي شنو هما دائما انالغو في جوج ديال البارتيات. هنا خصني نبدا نكتبوا ديبي بدايه، في الاخر اخويا غيكون عندنا فان، وهذا الجزء خاص بلي فاريابل، خاص بلي فاريابل. اذا هذا هو الجزء الاول، وهنا هذا هو ديبي وفا. الجزء الثاني خاص بليكسور، ضروري ليكسور. اي انا نشرح ايكري سور دي فاريابل، دي فاريابل هذا هو الجزء الثاني. تنجيو لهنا وتنديروا التريتمون، هذا هو الجزء الثالث. وفي الاخر لافيشاج ديال لي ريزولتا، لافيشاج ديال دي ريزولتا. هذه هي الإجابة على السؤال رقم واحد. فوالا، شوف معايا لي فاريابل دائما ديبي وعاد فان، والجزء الاول ليكسير اكريسير تريتمون اي افيشاج دو ريزولتا، هذا هو الجواب. اما هنا اجي نفسروه مزيان، اشنو هما لي فاريابل؟ دائما سول راسك المعطى لي فاريابل راه فيهم جوج، دائما خاصك لي فاريابل فيهم جوج. دي فاريابل دونتري
فوالا انا نفسرهم، ودي فاريابل دو سورسي. اشنو هما لي فاريابل دونتري؟ هما المعطيات، المعطيات ديال التمرين. احنا غنفهموا اترافير هاد لي زيكزيرسيس شنو هما المعطيات، والفاريابل سورسي هما النتائج. النتائج يعني لهاد لي فاريابل خاصك ديكلاري المعطيات والنتائج، دير دي بيفا وتوكل. اشنو هما لير ايكرير لي فاريابل دونتري؟ خاص دائما ايكرير لير ايكرير لي فاريابل دونتري. يعني الا كان عندك جوج معطيات، جوج معطيات خاصك ربعه ديال ايكرير لير. الا كانت عندك مثلا سي اون ثلاثة لي دوني ديال المعطيات، حتى راه اوتوماتيكمون خاصك ستة ديال ايكرير لير. فوالا الا كانت عندك نتيجه وحده راه خاصك ريزولطا وحده، خاصك ايكرير في الاخر هنا في هذه المرحله الرابعه. في هذه المرحله هنا الرابعه اذا ريزولطا عندك ايكرير وحده. فوالا احنا غنفهموا دابا في التمرين رقم جوج شي امثله بسيطه. اذا دائما شنو هو ستركتور ديال البرنامج؟ غتكتب اخويا فاريابل دي بي فان ليكسيور ديال هنا تريتمون ولا فيشاج. شنو تريتمون؟ كانت عندك شي كونديسيون ولا عندك شي حساب تديرو في هذا الجزء هذا، وفي الاخر تافيشي النتائج. وهنا تدير الايكرير لير، وهنا لي فاريابل. صلاه النبي، هنا الا كانت عندك تحت تقدر تقول الجزء واحد واحد. الا كانت عندك دي كونستانت كونستانت فوالا تما تقدر ديكلاريهم. اذا الحمد لله هذا هو السؤال رقم واحد، وفي السؤال رقم جوج غنفهموا هادشي مزيان. يا بسم الله ندوزو اكزرسيس دو. قال لك اسيدي ان بروبليم دو تروا فاريابل دونتري. قال لك اسيدي واحد البروبليم عنده ثلاثه لي فاريابل دونتري، ثلاثه المعطيات، ثلاثه المعطيات فوالا. قال لك اسيدي ان فاريابل سورتي واحد ريزولتا كومبيان ديكرير اي لير كي بو اكزيستي او مينيموم. شحال من ايكرير ولير غات اكزيستا؟ هادي عطيك مثال، عطيك مثال. ها تخيل ان بروبليم دو ثلاثه لي فاريابل دونتري، غيولي عندنا الجواب شنو؟ غتكتب شنو هو الجواب في الدو، وعاد غنفسر، عاد غنفسر ان شاء الله. اذا السؤال رقم جوج غتقول عندنا ثلاثه لي فاريابل، شحال عندنا؟ ثلاثه لي فاريابل دونتري فوالا، خاص يكون عندك دي مضروب في جوج، سته ديال لير ايكرير، ايكرير و ولير، ايكرير ايلير، سته. وعندك ريزولتا وحده، واحد ريزولتا خاصك في الاخر تكتبها، يعني غتولي عندك ايكرير وحده. يعني النتيجه هي سبعه ديال ايكرير ولير، خاصها تكون عندك ايكرير اي لير. غنعطيك شي مثال دابا، هو الجواب ولكن نعطيك شي مثال نفهمو. عندك اسيدي قال لك اسيدي تخيل عندك واحد لالكو، قال لك اسيدي عندنا النقطه الاولى والنقطه الثانيه ونعطيك النقطه الثالثه ديال واحد ليتيديون. استغفر الله. فوالا استسميح، هات النقطه الثانيه، ايوا اللي عندنا مثلا النقطه الثانيه والنقطة الثالثة مثلا. وقال لك اسيدي لا موين جينيرال هو ان واحد زائد ان جوج زائد ان ثلاثة مقسومة على ثلاثة. شوف شنو هما المعطيات، شنو هما المعطيات اصاحبي؟ هما هادو، ها هما المعطيات، شحال؟ ثلاثة. هما قال لك اسيدي غيال وهالنتيجة شحال غيكون عندنا ديال ايكرير لير؟ إذا جينا نكتبوا البرنامج باش نتأكدوا مزيان. اش قلنا؟ كل برنامج عدو إذا غيكون عندنا هيا فاريابل، غتكتب بحال هكا فاريابل ان واحد دو بوان فين تنسامي غيال، غتزيد ثاني فاريابل ان جوج دو بوان غيال، لان النقط ماشي اعداد صحيحه طبيعيه راه فيها الفاصله. اذا ان تروا هنا غيكون عندنا غيال. واش قلنا؟ دائما عندنا ديبي وتنزل لتحت ودير فان بشويه، دير هنا اسمح لي هنا، ولكن خاصني ديكلاري لي فاريابل كاملين. شحال عندي؟ ثلاثه. وعندي لا موين جينيرال، حتى لي فاريابل سورتي خاصك ديكلاريهم. ها هما فاريابل، هذيك لا موين جينيرال دائما حتى هو غيال. وعاد غنديرو دائما ديبي ضروري الحدود ديبي، وفي الاخر يكون عندنا فان، يكون عندنا فان. اجي اش قلنا؟ اي برنامج اش فيه؟ قلنا بلاصه ديال لي فاريابل ديبي، وتت هنا تدير ليكسيور والاكريسيور. يلا خاصك تعرف البيسي، خاصك تعرف المعطيات. اذا اش غتقول؟ ايكرير ها هي دوني ان ا، اش غيكون؟ زيد لير ان ا، يعني الحاسوب غيافيشي هذا الميساج واليوتيليزاتور غيطابي ان ا. شحال غتولي ثاني؟ ضروري هذه القضيه ديما خويا، عندك ثلاثه خاصك سته ديال ايكرير لير بلا هضره. هنا الفاريابل ام جي هو الريزولتا، غتقول ثاني هنا دوني
قول دوني ان دو وغدير هنا لير شنو ان دو وغتسم غادي تاني يكرير شحال دابا يكرير دوني ان 3 باش نتاكدوا بلي خاص هذاك الشيء نضرب في جوج زيد اخويا غيكون عندك هنا لير ان 3 هاتا هاد البارتي هادي ديال التعرف على المعطيات باش نقدروا نخدموا بها هذه هي اللي قلنا فيها ريد اند رايت اول فاريابلز وزيد هاتا شنو عندنا المرحله الثانيه هي التريتمون هي التريتمون اذا شنو هو لا موين جينيرال تدير بحال هكا السهم راه هو يساوي تدير ان ان زائد ان جوج زائد ان 3 مقسومه على 3 وفي الاخر هات حسبتي هذه وخاص البي سي افيشيها حكي شنو هي ايكرير شو شنو هي ايكرير راه هي البي سي يعني لورديناتور سي افيشي لي سيليزاتور شي حاجه تي افيشي شي حاجه هذه هي ايكرير اذا خاص لورديناتور افيشي في الاخر غندير هنا ايكرير غنكتبو اسمح لي غنكتبو ايكرير لا مويان وغنديروا هنا ام جي وفي الاخر هاتا بدينا بريبي اش خاص يكون عندنا خاص يكون عندنا في الاخير يكون عندنا ف ديال البرنامج هاهي ف اذا لاحظتي شو يكرير لير هادي تريتمون في الاخر لا في شارج الشيء اللي شرحنا في السؤال رقم واحد يلا اذا شحال عندنا هات تحسب معايا ها واحد ها جوج ها ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يعني غيكون عندنا سبعة أو مينيموم ديال إيكرير لير وبالتالي نكون قد أجبنا على السؤال رقم اثنين الحمد لله أجي ندوز أخويا التمرين رقم ثلاثة إيكرير أن ألغوريزم كي كالكول لا ديستونس أونتر دو بوان أ هاد البوان عند الأفصول الأرتب إكس أ إيكراك أ وبي عند إكس بي هادي أش قال لك يلا أجي باش نكتبوا ألغوريزم خاصنا ديما نحتارمو نفس المعايير حدد بعدا كاين المعطيات إذا غندوزو باش نخدموا هاد التمرين هذا الهدف ديالنا هاتا بشويه هدف السؤال رقم 3 ها هو فوالا نديرو شي لون اسود فوالا السؤال رقم 3 اش قلنا غيكون عندنا ان شاء الله جزء خاص بمتغيرات غنديرو اخويا ديبي ياك وفي الاخر ما ننساش ف دير هاد الخطيطات باش ما تنساش ف في الاخر الله يرحمك الوالدين فوالا اشنو هما الفاريابل شو عطاك قال لك ا عند الافصول اكس ا و ايغريك ا جوج و بي عندها الافصول اكس بي و ايغريك بي قالك حسب لنا المسافه اشنو هي المسافه اشنو هي لا ديستونس هي الجذر ديال اكس ا ناقص اكس بي اس 2 زائد قول ايغريك بي ناقص ايغريك ا اس 2 فوالا هذه هي لا ديستونس هذه هي لا ديستونس صاحبي اذا يلا اشنو هما المعطيات شنو هما المعطيات خاص تسول راسك لما سولتيش راسك صافي مشيتي في حالاتك تسول راسك شنو هما المعطيات عود ديما الا تلفتي عيط على الاستاذ قول لي شنو هما المعطيات اخو شنو هما النتائج على الاقل الا تلفتي راه غير بديت تكتب غير البنيه غتاخذ نص ديال النقطه ها اكس ا وها ايكراك ا وها اكس بي وها ايكراك بي شحال عندك ربعه يلا ديكلاريهم يلا بسم الله نقولوا اخويا فاريابل ها هي اكس ا تقدر ديرهم في سطر واحد تقدر تبقى في سطر 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 تقدر تجمعهم كاملين ها اكس ا نكتبها ها ايكراك ا هيا ها اكس بي ها ايغريك بي شحال من معطى اسمح لي هنا وقع لي مشكل هنا هيا اكس ا اكس ا ايغريك ا اكس بي ايغريك بي جوج نقاط او او اللي بغى يستعمل هذاك الشيء هنا غيال علاش غيال لان في المعلم تقدر تلقاها او تقدر تلقى واحد البوان اللي عند الافصول هنا عندنا واحد هنا عندنا مثلا واحد هنا عندنا جوج تلقى هنا عندنا 1.5 مثلا واحد البوان اللي عند الافصول ديالها مثلا 1.5 شي درنا غيال دائما هاد البارتي الاولى باش ما نبرزتكمش هنا نحيد هادي اسمح لي فوالا دائما شوف معايا دائما البارتي الاولى فيها المتغيرات وفيها النتائج اذا شنو هما النتائج هي ديك لا ديستونس اذا غندير ثاني فاريابل هذيك لا ديستونس اللي غنحسبها دو بوين في تنسامي الغيال غنسول راسي اش قلنا صاحبي قبيله في السؤال رقم واحد دائما تكون عندك بارتي ديال الفاريابل وبارتي قال اخويا الله يرحم لك الوالدين ها البارتي الاولى ديال اش هي ديال لي فاريابل والبارتي الثانيه ديال راه شرحت هادشي ليكتور اي اكريتور
ديال المعطيات ضروري المرحلة الثانية. يلا بسم الله، شحال عندنا؟ إذن شحال عندنا؟ عندنا ربعات، شحال من متغير؟ ها تا شحال متغير؟ ها ها الأول، ها المعطى الثاني، المعطى الثالث، المعطى الرابع، يعني عندنا أربعة صاحبي. إذن خص يكون عندك ضروري شحال؟ 8 ديال إكرير لير. إذن يا بسم الله غنمشي للأولى وغندير إكرير، قول صاحبي إكرير، غنقولي دوني لابسيس، فوالا لابسيس دو أ. غنمشي هنا غندير لير إكس أ زيد، هادشي نقدر ندير ليه كوبي كولي ماشي مشكل. زيد أخويا غنقولي ثاني إكرير، غنقوليه دوني، يعطينا لور دوني أرتوب أو لور دوني دو أ. زيد أخويا غنقولو ليه لير إكراك أ. زيد إكرير، غنقولو أخويا دوني لابسيس دو بي، وغنمشيو نديرو هنا لير إكراك إكراك إكس إكراك إكس بي، فوالا إكس إكس أ إكس بي. هاهي غنقولو ثاني هنا إكرير دوني لور دوني دو بي. هاما زيد هنا عشان نكتبو ليا خويا لير فوالا إكراك بي. الحمد لله شحال قلنا؟ ها جوج، ها ربعة، ها ستة، ها تمنية. أجي للتريتمون، احنا بهاد المرحلة راه قلناها صاحبي قبيلة، قلنا ضروري تكون عندنا ليكسور اي اكريسور دي دوني. هي هادي تنشرح. زيد دابا اش بقى؟ بقى لافيشاج، اش بقى لافيشاج؟ بقى التريتمون. كاين واحد المرحلة أخرى خاصة باش بالتريتمون الحساب ضروري، قريتي المعطيات تجي تحسب، تحسب الديستونس. شنو هي الديستونس؟ هي جذر فوالا إكس أ ناقص إكس بي أو كاري زائد إكراك بي ناقص إكراك أ أو كاري. وهذه اسمح لي هذه فوالا، هذه هي تكون إكس أ، إكس أ ناقص إكس بي كاري إكراك بي ناقص إكراك أو كاري. أشنو ها المرحلة التاسعة؟ آخر مرحلة قلنا السؤال الأول عقل عليه لافيشاج، ضروري تافيشي هداك الشي اللي حسبتي، ضروري تافيشي. خاصك ديما تكون ميثوديك مع راسك وتكتب لا ديستونس إيكال ودير الفاصلة ودير الدي. واش تسالنا؟ كنا درنا ديبي، غتسالنا في الأخر، غيتسالنا في الأخر، هاتا غيتسالنا في الأخر، الأخر 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 غيتسالنا فا. فوالا، اذا شكرا على انتباهكم باش ما نطولش عليكم. احنا الحمد لله جاوبنا على الثلاثه، غيبقاو لنا دابا غيبقى التمرين رقم 4 و5. غنشوفو ان شاء الله لي كونديسيون فاش في الفيديو المقبل. شكرا على انتباهكم والى اللقاء.